السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قانون الجنسيه الالمانيه وتعديلاته الجديده سيدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثه اشهر البارحه تم الاعلان عن صدور القانون وبالتالي من المتوقع انه خلال ثلاثه اشهر يعني 26 27 يونيو الشهر السادس 26, 26 27 ان يدخل حيز التنفيذ بشكل عملي وبعدها يبدا تطبيق الشروط الجديدة للحصول على الجنسية الألمانية، تذكرة سريعة بأهم التعديلات، تخفيض مدة الحصول على الجنسية الألمانية من ثماني سنوات حالياً إلى خمسة سنوات، في حالات الاندماج الجيد حتى إلى ثلاثة سنوات، الاندماج الجيد سواء في الدراسة أو العمل. من الأشياء الأخرى التي تم تعديلها أيضاً منح الجنسية الألمانية للشخص المولود في ألمانيا إذا كان أحد الأبوين يحمل إقامة شرعية منذ خمس سنوات على الأقل في ألمانيا. من هذه من أهم التعديلات أيضاً. وأيضاً الجنسية الثنائية أي السماح بالاحتفاظ بالجنسية الأم وحمل الجنسية الألمانية بجانبها هذه كانت أهم التعديلات التي ستدخل حيز التنفيذ الآن بعض الأفكار على السريع يلي لحد الآن ما محقق شروط الحصول على الجنسية الألمانية وراح يستفيد من عامل الزمن ممكن الآن يقدم على الشروط الجديدة للحصول على الجنسية الألمانية إذا هذا الشيء الآن مفيد بالنسبة لعامل الزمن بشكل رئيسي العامل الثاني ايضا معظم الناس بيتابعونا بالاصل يسمح لهم بالاحتفاظ بالجنسيتين، بمعنى انه لن نشهد تغيير حقيقي، الشيء الذي سنشهده هو ان هناك جنسيات اخرى الان ربما ستتقدم للحصول على الجنسيه الالمانيه ايضا مثل مثلا التركيه في المانيا، فبالتالي ممكن نشهد بعد هذا التاريخ ايضا طلبات عدد اكبر من الطلبات. مما هو عليه وبالتالي سيشكل ضغط اكبر على مكاتب التجنيس في المانيا، وبالنسبه للمولودين في المانيا ايضا سيتحقق الان هذا القانون بعد هذا التاريخ ويدخل حيز التنفيذ. النقطه الهامه جدا الان هي موضوع تقديم الطلبات. انا انصح كل شخص يعني منذ الان ممكن ياخذ موعد او يقدم طلب بتاريخ لاحق حتى يستفيد من هذا الزمن يعني اذا كانت بعد هذا التاريخ تتحقق شرط الزمن بشكل خاص اللي هو خمس سنوات والشروط الاخرى طبعا المطلوبه للحصول على الجنسيه الالمانيه. نقاش هام الان مشان نكون واضحين وصريحين يعني يطرح نفسه بصراحه بقوه وهو موضوع الجنسيه الالمانيه والخدمه الالزاميه او الخوف من الحرب او خوض الحروب. طبعا هذا النقاش صار اكتسب اهميه كبيره في ظل الظروف السياسيه يعني الان في اوروبا والحرب بين روسيا واوكرانيا. طبعا عاده من يعني بشكل طبيعي في اي دوله في العالم مواطن اي دوله في حاله يعني الحرب يدافع عن دولته، حسب قوانين كل دولة إذا كان فيها تجنيد إجباري أو لا يوجد فيها في ألمانيا نعرف أنه في وقت سابق كان في تجنيد إجباري تم إلغائه ولم يتم إعادة فرضه في ألمانيا مع وجود الآن يعني جيش احترافي في ألمانيا يمكن الدخول إليه فقط بالتطوع انتشرت إشاعات كاذبة على التيك توك بشكل خاص يعني كل يوم إشاعة غريبة يعني فأتمنى تكونوا جدا حذرين من المعلومات اللي عم تنتشر هناك وخاصة من أشخاص ما بنعرفهم يعني ما لهم تاريخ يعني أو ثقة كبيرة الناس فيهم فعم نشوف مثلا عدة معلومات مثل إنه سحب الجنسية الألمانية عند التهديد اللاجئين أو الإقامة وترحيلهم طبعا نحن نفينا هالإشاعات عم نشوف أشياء جديدة مثلا مثل إنه الأطفال المولودين هون كمان سيتم سحبهم إلى الجيش أو فكتير يعني أمور الآن عم يتم لا يوجد شيء قانوني إذا في شيء شيء قانوني نحن بنتحدث عنه ولكن نقطة هامة هي قرار بمعنى أنه في ظل المتغيرات الحالية في بعض الناس وأنا بتفهم هذا الشيء بتقول أنا ما عندي أي رغبة إنه أشترك في أي حرب أنا شخص لا أحب الحروب ولا أريد الاشتراك في الحروب في هذه الحالة طبعا الجنسية الألمانية وإن كان لا يوجد تجنيد إجباري ولا يوجد سحب على الجيش إجباري ولكن في المستقبل إذا تغيرت هذه الأمور فعادة يعني في معظم دول العالم أعتقد يعني يوجد تجنيد إجباري فبالتالي ممكن يفكر بهذا القرار مرة أخرى لذلك بعض الناس تحتفظ بجنسيتها الأصلية وتكتفي فقط بالإقامة الدائمة قلنا يعني مثل الجالية التركية كثير من الجالية التركية وإن كان يعني يستحقون الحصول على الجنسية الألمانية العديد منهم لم يتقدم الحصول عليها لأنه لا يرغب بالتخلي عن الجنسية التركية لعدة أسباب واحتفظ بالإقامة الدائمة أيضا هذا الخيار موجود للإنسان اللي ما حابب يأخذ الجنسية الألمانية خوفا مثلا من هكذا نقطه في المستقبل يعني هذا شيء شخصي يعود لكل انسان قرار شخصي لانه الجنسيه هو شخص نحصل عليها بالطلب يعني انا اتقدم للحصول عليها وليست انه هي تفرض علي فانا بملء ارادتي بتوجه للحصول على الجنسيه الالمانيه وفي زمن سابق يعني على مدى السنوات كنت اقول دائما حقوق وواجبات حقوق وواجبات وليست فقط ميزات يعني جواز سفر الماني قوي بسافر فيه لكل دول العالم ف يعني يمكن دراسه هذا القرار ايضا بتمعن، قلنا بعض الجاليات الاخرى بعض الجاليات الاخرى كانت تكتفي فقط بالاقامه الدائمه. اذا قانون الجنسيه الالمانيه الان في 26 27 ستة سيدخل حيز التنفيذ. في الموضوع التالي عم نشوف كل فتره يعني هيك ترند جديد على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصه على تيك توك، البعض يعني حتى بيتم تحذير منه بشكل رسمي في اوقات سابقه في المانيا اي ترند يكون حتى خطر على حياه الاطفال، عم نشوف الان ترند جديد يلي هو ظهور الاموال او المصاري او الفلوس في علب الشوكولاته طبعا عم نشوف بشكل خاص اذا بتلاحظوا الشوكولاته تحديدا اللي عم نشوفها فيها هي شوكولاته الاعياد عيد الفصح يعني اللي هو عباره عن ارنب فعم نشوف فيديوهات كثيره على يعني التيك توك انه الناس عم تفتح وعم يطلع لها مصاري و10 يورو و5 يورو هالارقام طبعا هذه خدعه وليست صحيحه لا أعرف ما هي النوايا من ذلك هل هو تعمد خداع الناس هل هو مدفوعين مثلا من الشركات لبيع الشوكولاتة أو إذا كانوا عم فقط مجرد ترند الحصول على مشاهدات وكسب بعض الفلوس يعني على حساب أنه الناس تشتري الشوكولاتة طمعا بأنه يطلع على مصاري فهي خدعة جديدة موجودة وغير حقيقية لا يوجد أي معلومات تثبت ذلك فهي خدعه لا يوجد مصاري في الشوكولاته عم تطلع الان في المانيا، هذا الكلام كذب كالعاده، المفروض كل انسان يعني بالعقل والمنطق يعرف انه هذا الشيء كذب يعني ليس حقيقي لانه مستحيل انا اكون اشتري علبة شوكولاته حقا يورو يورو يعني يطلع لي فيها عشرة اذا بشتري الشوكولاته كلها اللي عم تنباع فانا يعني ممكن اغنى يعني حتى فهذا الشيء كذب بالعقل والمنطق قبل كل شيء ولكن الفكره لماذا تنتشر هذه الفيديوهات فمع ذلك يعني حبيت انوه فعلا التيك توك صاير الوضع فيه يعني احيانا صاير بدخل هيك على التيك توك بشوف يعني مشان طبعا بحكم عملنا ايه وتواصلي معكم لازم اعرف شو بصير كمان حوالينا فبشوف كثير هيك اشياء وخداع وكذب ومعلومات خاطئه بشكل متعمد وفي كتير شغلات عم بشوفها ف يجب ان تكونوا حذرين جدا من وين تاخذوا معلوماتكم تحدث باسم رئيسة شركة حماية المستهلكين في ألمانيا وجه تحذير الآن لتطبيق تيمو قبل فترة عملنا فيديو طبعا كنت أنا أول شخص يتحدث عن هذا الموضوع في المقارنة بين شيئين وتيمو الشركات الصينية الجديدة هذه التي تغزو الأسواق الأوروبية والألمانية والأوروبية والعالمية حتى بأسعار رخيصة وعملنا نقاش يعني وشفنا أنه كثير من الناس أنه لا مع أنه تعتبر أنه الجودة مقبولة قياسا للأسعار الرخيصة جدا البعض اعتبر لا أنه في كثير أشياء هناك يعني رديئه جدا احيانا لا السعر هو العامل الحاسم كون هذا الشيء يعني رخيص جدا مع ذلك مقبول في هذه الحاله فكان في نقاش طويل ممكن نرجع للتعليقات طبعا لانه التعليقات هذه حقيقيه وهذه احدى المشاكل الآن رئيسة مصلحة حماية المستهلكين في ألمانيا غامونا بوب وجهت تحذير أيضا يعني مصلحة حماية المستهلكين وجهوا تحذير لشركة تيمو واتهموهم بثلاث أشياء ثلاثة أشياء رئيسية المانيبولاسيون التوشن والجرين يعني الخداع اللف والدوران وأيضا الجرين يعني أيضا إعطاء الناس الإحساس بأنه هن عم يشتروا منتج يعني يساهم في حماية البيئة أو المناخ أو إجراءات معينة رح نشوفها الآن ولكن هذا الشيء فيه خداع طبعا هذه الاتهامات من مصلحة حماية المستهلكين في ألمانيا الأشياء الأخرى التي يتم اتهامهم بها الآن وتوجيه تحذير لهم هو أنه موضوع الأسعار الرخيصة دائما في أسعار رخيصة وأسعار أرخص وتنزيلات كبيرة بشكل يعني هيك فيه خداع يعني للمستهلك بشكل كبير يعني وهي بالاصل الاسعار الحقيقيه هي منخفضه وليست بهذا الشكل، ثانيا الضغط على المستهلك انه عدد القطعه موجوده محدوده وانه الناس وضعتها بالفاغن كوب يعني سله المشتريات وانه يجب ان تسارع ان تشتري تشتري هذه القطعه والا يعني ستنفذ فنوع من ممارسه الضغط على المستهلك ليتخذ القرار بسرعه ويقوم بشراء الاشياء من عندهم. النقطة التالية أيضا موجهة الاتهام الموجه لهم هو أن العديد من الغتسيون هدول عادة هي آراء الناس بمنتجات اشتروها قد تكون غير حقيقية بمعنى في, الـ في الـ التعليقات اللي شفناها على الفيديو ممكن ترجعوا قبل فتره عملته انا طبعا موضوع شيء ممكن تشوفوا راي الناس الحقيقي ناس حقيقيين اشتروا من عندهم اشياء مختلفه ممكن تشوفوا رايهم بينما العديد من ال... يعني الاتهام موجه لهم انه العديد من التعليقات المكتوبه تحت اي منتج يمدح المنتج ربما هي تعليقات غير حقيقيه وقد لا تتوافق وتتطابق فعلا مع جوده المنتج وخاصه ان الصور احيانا عم اعتبار الاشياء او المنتج الطريقه اللي تصويره فيها او بيعه على اساسه قد لا تتوافق مع شكله الفعلي يعني للمنتج، هذه هي الاتهامات الموجهه نقطة إضافية أيضا اللي هي موضوع الجرين أنه أحيانا بيتم العرض أنه يتم توصيل الطلب إلى مثلا باكشتاتسيون يعني وليس توصيل الطلب إلى المنزل بحجة حماية البيئة والمناخ هذا سيساعد فإعطاء الإنسان الشعور بأنه يساهم في حماية البيئة والمناخ وأن هذا الشيء غير صحيح الهدف هو فقط لتخفيف المصاريف على الشركة في هذه الحالة ففي نوع من الخداع هذه التهم الرسمية الموجهة من قبل حما... رج... مصلحة حماية المستهلكين في ألمانيا لهذه الشركة وفما هي الخطوة القادمة؟ الخطوة القادمة هي أن يتم رفع الدعوة قضائيا عليهم إذا لم يقوموا بالتغيير أو التحسين أو الاستجابة لهذه المطالب في الموضوع التالي دعت نقابه العمال فيادي الان الى اضراب لدى محلات بيع المواد الغذائيه بشكل خاص الشفاتس اللي هي كوفلاند وليدل بشكل خاص في مدينه اسن في مقاطعه نورد راين غدا هو الاضراب الذي تمت الدعوه اليه غدا يوم الخميس يعني جرون دوناستاك 28 3 2024 في مدينه اسن تحديدا تم ذكر انه يوجد ثلاثه فروع لكوفلاند هناك و19 فرع لشركه ليدل فممكن هذه الدعوة من نقابة العمال البادي للعاملين في هذه المحلات ان يؤثر على عمل هذه المحلات لكل حبال اللي بيتابعونا من هناك لمدة يوم واحد والهدف طبعا هو رفع اجور العاملين لدى هذه الشركات بشكل خاص يعني بمقدار 2.5 يورو في الساعة للأينسل هاندل يعني بيعملوا بتجارة التجزئة والكوس هندل ايضا 13% على الراتب وعلى الاقل 450 يورو هذه هي المطالب الرئيسيه الاحتجاج الرسمي مع منصه وخطابات راح تكون في نودغين بس فعلا في البالينا بلاتس في بوتخوب ايضا بتنظيم من نقابه العمال فيادي في الموضوع التالي الروضة تضطر إلى استدعاء شركة للحماية ووضع سيكيورتي على أبوابها لحماية العاملين في الروضة المعلومات الرسميه الان عن الفي دي ايضا طبعا اللي هي الفيست Rundfunk عن مدينه كولن تحديدا في منطقه مولهايم انا المنطقه بعرفها كنت بدرس في جامعه كولن مثل ما بتعرفوا ف هناك يعني يوجد روضه حدث خلاف مع الاهل واحد الطرفين من الاهل قيل انه يعني تصرف بطريقه قويه جدا من شتائم من بصق يعني مشاكل جدا مع المربين العاملين لدى هذه الروضه روضه الاطفال وبناء عليه تم محاولة حل الموضوع عدة مرات بالتفاهم وأنه تم استدعاء حتى الشرطة في أحد المرات عند المبالغة بال يعني هذا ما يوصف طبعا هذا الكلام الرسمي يعني المبالغة في التهجم على العاملين هناك وبناء عليه فشعروا جميعهم بعدم الراحة والخوف وقاموا جميعا بتقديم مرضية وتم إغلاق الروضة لمدة أربعة أيام ما عدل نوت بتخويهم. في وقت لاحق بعدها الآن بسبب عدم شعورهم بالراحة والأمان تم استدعاء شركة سيكوريتي وإغلاق جميع المنافذ إلى الروضة ووضع شخصين على البوابة سيكوريتي لحماية العاملين هناك وهم من يقومون الآن بتنظيم يعني دخول الناس إلى هذه الروضة الشيء الملفت للنظر أنه أنا بحثت عن الأسباب لم أجد التفاصيل الدقيقة عن سبب الخلاف أو نوع الخلاف أو لماذا يتصرف الأهل بهذا الشكل أو ما هي الاشياء التي تتعرض لها المربين يعني فلكن الشيء المحزن انه حتى روضه صار بدها سكيورتي في المانيا عم نلاحظ الان يعني هذا في وقت سابق كان يعني كان لا يوجد هكذا شيء يعني انا منذ صغري هنا في المانيا كان اولي لا في كاميرات لا في اي شيء لا سكيورتي في المحلات كانت يعني بكل اريحيه كان الانسان ممكن يروح يتسوق بعدها تم وضع المرايا وخاصه المدوره في الزوايا وبعدها تم وضع الكاميرات وبعدها تم وضع السكيورتي عم نشوف الان يعني المسابح المحلات الدوائر الرسميه الان في روضه يعني هذا الشيء غير مريح حياتنا اليوميه صايره صعبه وكل ما نوصل لمكان بدك تتناقش مع السكيورتي بيسمح لك تدخل او لا عندك موعد او لا فهي يعني شيء يعني حتى هو انسان يعني السكيورتي كمان يعني احيانا بيضطر بس أن يمنع شيء بيصير خلاف معه ف بصراحه يعني هذا الشيء مزعج للجميع فهذا الوضع غير مريح انه عم دائما الامور الى عدم الشعور الامان من بين كل الاطراف وتجديد اجراءات الامان يعني ما هو الاجراء القادم يعني وضع الدبابات مثلا امام المحلات او او الدوائر الدوليه او اي مكان اخر صار الوضع بصراحه غير مريح كالعاده عملنا اليوم جوله على اهم المعلومات من المانيا تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته